طبيبا بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الثانية بتفرق. مجموعة مقالات صغيرة كتبتها كده من شدة اهتمامي بالثانية. فيا بخت اللي محافظ على وقته وهو بيفتكر حياته اللي فاتت وهو جالس على فراش الموت، ثم ينظر إلى شريط ما قدم من حياته فيرى كم كانت حياته زاخرة بكل ما هو مفيد من عبادات وأعمال تفيد المجتمع وتفيد نفسه. ناس كتير قوي مش بتحب تتحرك وتكسر حتى انها ترسم خطة، انها تحدد الدقيقة والثانية بتعمل فيها ايه، الوقت اللي بيعدي ده اكسبه ازاي وازاي اخسره صح. فالثانية هي الشيء الوحيد اللي ممكن تخسره وتكسبه في نفس الوقت، لان كده كده الوقت بيمر فانت بتخسره، كده كده هيعدي وهيضيع منك. تكسبه لما تستفيد بيه في حاجة مفيدة، لان في مقولة بتقول انك تعمل حاجة في الوقت فانت كده مش بتضيعه، انك تلعب حتى اللعب انت كده مش بتضيع وقتك، انت كده بتعمل حاجة في الوقت، لكن الفرق انك ازاي تكسب الوقت ده في حاجة مفيدة ليك افضل من النفس. لكن للأسف كتير مننا بيحب اوي ان هو يضحك عليه ويخسر وقته. وكم قضيت من عمرك ترى وقتك من امامك مهدرا وتنظر الى الماضي نادما خاسرا. الوقت هو أهم وأغلى سلعة في الوجود، لأنك ممكن تخسر وتكسب فلوس، لكن طول حياتك فأنت بتخسر وقتك، ولو كسبته لازم تتعلم إزاي تكسبه صح. إحساس السعادة ما يتوصفش، وأحد أحاسيس السعادة إحساسك بأنك شخص منظم وناجح، واثق من نفسك ومستفيد من وقتك. مهما قال الناس عليك ما تتهزش وتفضل منظم وتتغلب على كسلك وتحقق أهدافك. النهاردة احنا جايين نتعلم ازاي نحافظ على وقتنا. انا اسمي محمد وحشي، مبسوط جدا ان انا موجود معاكم النهاردة، واتمنى ان كلنا نستفيد في اخر محاضرة من كورس الثانية بتفرق، عفوا كورس برايت يور فيوتشر. النهاردة محاضرة عن ادارة الوقت. الكورس ده اسمه Save Your Life، انقذ حياتك، عبارة عن 3 محاضرات. الكورس ده بيتكون من 3 محاضرات: الثقة بالنفس، إدارة الوقت، السلوك الإيجابي. الثقة بالنفس اتعلمنا في أول محاضرة، لو كان في ناس معايا حضرت في أول محاضرة، أنا مين، عاوز إيه، أوصل هناك إزاي، أنا فين دلوقتي، إزاي أثق بنفسي، إزاي أتغلب على الحاجات اللي بتعوق الثقة بنفسي، إزاي أحس بالراحة من خلال تعبي، لأن التعب هو دليل إنك بتحرص تقدم، مش دليل على انك تعبت وترتاح. السلوك الايجابي، ازاي اتعامل مع نفسي ومع اصدقائي، ازاي اتكلم معاهم، ازاي اكون شخص ايجابي، ازاي اتصرف قدام الناس، ازاي اتغلب على الخوف والقلق. النهارده هنتعلم ايه معنى اداره الوقت، ازاي احس باهميه الوقت، ازاي احط خطه كامله لاداره وقتي. المحاضره النهارده مع اداره الوقت او الثانيه بتفرق. الثانيه بتفرق مع كل شخص. لو خدنا مفهوم في حياتنا ان احافظ على الثانيه مش احافظ على الساعة، ده هيفرق معايا كتير قوي، لان انت تحافظ على الدقائق احسب وقتك بالدقيقة، والساعة هتهتم بنفسها. سيبك من الساعة، اهتم بالدقيقة لان هو ده المهم. هل انت شايف ان الوقت محتاج ادارة؟ انا في رأيي المتواضع جدا الوقت مش محتاج ادارة. ليه؟ الوقت مدار بنفسه، وربنا قسم الوقت وربنا ادار الوقت. الدقيقة مقسمة 60 ثانية، والساعة 60 دقيقة، واليوم 20 ساعة. عشان كده الوقت فعلا مدار، الوقت فعلا فيه إدارة. إنما إحنا ممكن نقول تنظيم الوقت، لأن أنت ما تقدرش تتحكم بالوقت. أنت ما تقدرش تخلي اليوم 48 ساعة، انت بتخلي هو اليوم 24 ساعة، انت بتخلي ال 24 ساعة دول منظمين بحيث انك تقسم شغلك
على ال 48 ساعة اللي هم اليومين، وتستفيد بكل 24 ساعة لوحدها. ها معايا يا جماعة؟ الناس اللي معايا كده اتنشط. أول حاجة لازم أعرفها علشان أدير وقتي صح، أبطل أقول ما عندي. الفاشل بس هو اللي بيقول أنا ما عنديش وقت. ليه؟ لأن الفاشل بيكون شايف دايما إن وقته ضيق، هو ممكن يكون ما بيعملش أي حاجة في حياته. الإنسان الناجح بيكون منظم وقته، الإنسان الناجح بيكون عامل وقت لأصدقائه، وقت لشغله، وقت لعيلته. تمام؟ حتة أنا ما عنديش وقت دي المفروض ما تتقالش، ليه؟ لأن دي رسالة سلبية، وتعلمنا في السلوك الإيجابي قوة التحكم في الذات، إزاي إن أنا أقدر أرسخ جوه عقلي المعلومات الإيجابية، فحتى لو أنا مش منظم وما عنديش وقت، أنا أقنع نفسي إن أنا عندي وقت. ليه؟ أنا ما عنديش وقت يبقى أنا بعمل حاجة فوق طاقتي، فوق طاقة ال 24 ساعة. بعمل كده ليه؟ وفي مصلحة مين؟ في حكمة بتقول لك لو أنت ما ريحتش نفسك الراحة هتجيلك غصب عنك، هتمرض. فأنت لازم دايماً تحاول تقسم أعمالك على ال 24 ساعة. ليه؟ لأن ال 24 ساعة مش تقدر إن أنت تخليهم 50 ساعة. انما الاحسن انك تقسم على يومين الحاجه اللي انت بتعملها في يوم، بمعنى ان كل واحد ليه استيعاب معين. مثلا واحد من الناس ممكن يحفظ صوره كامله في يوم، صوره كبيره يعني، مش يحفظ سوره الاخلاص مثلا، صوره كبيره، سوره قران كبير. واحد تاني ممكن يحفظ ايه في يوم. تمام؟ فكل واحد بيعمل الاهداف بتاعته على حسب قدراته، على حسب امكانياته. انا عاوز اعمل ده واقدر اعمل ده في وقت قد ايه، انا اقدر اذاكر في وقت قد ايه. في ناس بتذاكر الماده في ربع ساعه، حطت لنفسه ملخص بيخلصه في ربع ساعه. في واحد تاني يقعد يومين يذاكر في ماده، واحد تاني يقعد شهر. فعلى حسب قدراتك، فانت ما ترهقش نفسك قوي وما تضغطش على نفسك قوي. ليه؟ لان في حاجات كتير انت المفروض تعملها في اليوم، الحاجات الكتير دي انت ما تعرفش حاجة عنها. ليه؟ لانك دايما بتحط لنفسك حاجة واحدة بس تعملها كل يوم، من غير الحاجات الاساسية، الاكل والشرب والنوم والكمبيوتر والفيسبوك دلوقتي بقى حاجة اساسية. تمام؟ انا مش بقولك ما تفتحش نت، انا مش بقولك ما تقعدش على الكمبيوتر، مش بقولك ما تقولش، بس اعرف تفتح الكمبيوتر امتى، حدد لنفسك افتحه امتى. ما تحددش لنفسك وقت ساعات، يعني ما تحددش لنفسك الساعة 8 هقعد على الكمبيوتر، لا. قول أنا هقعد على الكمبيوتر لمدة 60 دقيقة، 120 دقيقة، 180 دقيقة. حدد لنفسك كده. قول أنا هقعد كده، يعني قسم ال 24 ساعة. مش تقسم بالساعة، لا، قسمهم بالدقايق. واحسب لنفسك الدقايق، مالكش دعوة الساعة كام. إلا لو كنت ملتزم بميعاد، أو ملتزم عندك مثلا امتحان، عندك شغل كده، اه تاخد بالك، ولازم دايما تعرف الساعة كام طبعا. انما انا قصدي بحتة انت لما تيجي تنظم وقتك لازم تعرف الاول الوقت ده انا هاخد فيه قد ايه علشان احقق الهدف المعين ده. لازم تسأل نفسك انا بضيع وقت ليه؟ فعل. على فكرة يا جماعة، احسن طريقة انك تبطل بيها اي عاده سيئه انك تسال نفسك انا اتعودت على العاده دي ليه، زي السجاير مثلا، انا بشرب سجاير ليه؟ اسال نفسك. لو لقيت سبب مقنع واحد، سبب مقنع واحد، استمر وراهنك مش هتلاقي سبب مقنع. انك توصل لسبب مقنع يقنعك 100% ويشيل كل الشكوك اللي قصادك وقصاد كل الناس ان حاجه زي دي غلط، ساعتها هتقدر تكمل. انما لو ما لقيتش انت مش هتلاقي سبب مقنع، لان مفيش عاده سيئه بيكون ليها سبب مقنع، والا ما كانش اتقال عليها سيئه. لان لو ليها سبب مقنع كان مش هيتقال عليها سيئه، كان هيبقى فيها اختلاف. فدايما علشان تبطل سوء تنظيم الوقت تسأل نفسك انا بضيع وقت في ايه؟ ليه بضيع وقت؟ والله انا كل يوم ببقى قاعد، يعني بنام 12 ساعة وبصحى بنزل مثلا اروح الجامعة بقعد 6 ساعات، برجع اتغدى تمام واقعد على الكمبيوتر، وبعد كده ايه انا
فدي اكيد مش حياة كويسة انك تعيشها، واكيد مش حياة كريمة لاي بني ادم انه يعيش الحياة دي. فالافضل ليك والاحسن انك دايما تمسك ورقة وقلم كده تقول انا ضيعت وقت النهاردة في ايه كل يوم. ما تكتبش، ما تحاولش ان انت دلوقتي واحنا قاعدين في محاضرة تطلع ورقة وقلم وتكتب. ليه؟ لان كل يوم هيظهر لك حاجات جديدة. ليه بقى كده؟ لان الجسم بيعود الانسان على انه يشد لمنطقة الامان. بمعنى انا بحاول اعمل حاجة جديدة، عقلي مش عاوزني اعمل الحاجة دي. ليه؟ لان عقلي مش متعود عليها. العقل عامل زي الطفل، عامل زي الناس اللي حواليك، بيرفض اي حاجة جديدة. ليه؟ هو بيخاف، بيحب الاستقرار. لا، هو العقل عاوز يتعود على التغيير، مش عاوز تغيير. هو العقل مش بيقول انا مش عاوز تغيير، انما العقل لما بيلاقي حد لما يلاقي صاحبه بينحرف ناحية الطبيعة اللي هو متعود عليها، اليوم اللي هو متعود عليها، بيحاول ان هو ايه يرجع، يقول له لا خلينا في السليم اللي احنا فيه احسن تحصل حاجة تأذيك. بالظبط زي المعتقدات السلبية. لما بيكون عندي معتقد سلبي، انا فاشل، انا ذاكرتي ضعيفة، مش عارف مين احسن مني، فلان اذكى مني، فدايما بلاقي نفسي ان انا ايه احبط. ف تعالوا نفكر كده مثلا بطريقة ايجابية، هتلاقي ان دايما عقلك السلبي بيطلع. تمام؟ ليه؟ علشان عقلك السلبي انت معود عقلك على السلبية. طيب هل معنى كده ان العقل مش عايز تغيير؟ لا، العقل عاوز تغيير، بس العقل عاوز يتعود الاول ويقبل الفكرة وتكون انت مدركها ومقتنع بيها علشان يقدر يقتنع هو كمان بيها. بتحاول تروح لمنطقة تنظيم الوقت، فيحاول يرجعك تاني لمنطقة إضاعة الوقت، لأنك بقالك فترة في المكان، زي ما بيقول كده المنطقة الدافية. فأنت علشان تخرج من المنطقة الدافية للمنطقة الساقعة محتاج شوية تعود. تمام؟ نتخيل كده واحنا قاعدين في بيتنا تحت البطانية ونطلع كده ايه في البرد، بنقعد كتير صح؟ بنقعد نبقى خايفين وبتاع، ونشيل حتة من البطانية وحتة حتة حتة لحد ما ايه جسمنا كله يطلع من تحت البطانية، ونبقى ايه ممكن نرجع تاني وممكن ننفض للمعاد اللي عندنا وننام. تمام؟ فطبعا ده بيبقى ايه سببه ايه؟ ان انا بحتاج فترة ان انا اتعود. تمام؟ طبعا في ناس بتتعود على الموضوع ده كتير، في ناس عندها قدرة استيعاب، فانت ما تحاولش ان انت ايه اعرف ان انت ليك قدرات معينة، حاول تستغلها صح، بدل ما تحاول تضغط على نفسك قوي علشان تتسرع قوي في التغيير فتلاقي نفسك رجعت زي ما كنت. يعني واحد مثلا كان سلبي جدا، تاني يوم قال لك خلاص انا هبقى ايجابي. فهو لا، هي واحدة واحدة. السلم مش بتطلعه نط، انت بتطلعه درجة درجة عشان تتعود عليه. اعرف الاول ايه هي اساسيات النجاح، علشان انجح اعمل ايه، عشان ابقى ايجابي اعمل ايه. ها، خليك مع ناس ناجحة، خليك وسطيهم، خليهم يحفزوك وحفزهم انت كمان. من اقوى الحاجات اللي ممكن تعملها وتاخد عليها ثواب انك تحفز اصدقائك ان هم يمشوا في احلامهم ويعرفوا هم مين وتساعدهم. ها، يسأل نفسك انا بضيع وقت فين، والوقت ده ليه بيضيع؟ انا ضيعت وقت النهارده قاعد 5 ساعات على الانترنت، بعمل ايه على الانترنت؟ هل اللي انا بعمله ده كان ليه قيمة محددة واضحة انا عاوز اعملها، ولا هل ال5 ساعات دول كانوا ممكن يضيعوا في حاجة اهم؟ كان ممكن ان انا اضيع الوقت ده، كده بيضيع، الثانية كده كده بتضيع. انما معنى ان الساعة تفرق، يعني ثانيتك فعلا لما تكون، تخيل نفسك كده وانت قاعد على فراش الموت، اكتر لحظة هتحس فيها بقيمة وقتك في الدنيا، اخر لحظة هتشوف فيها الدنيا ومش هتشوفها تاني بعد كده. اخر لحظة خلاص، اخر نظرة لعيلتك، اخر نظرة لاصدقائك لو كانوا حواليك، ساعتها هتفرق معاك الثانية ولا لا. اربط دايما حلمك بنفسك، الهواء اللي انت بتتنفسه، علشان كل ما تيجي ترجع عنه تفتكر قد ايه حلمك مهم بالنسبة لك. لانك لو بطلت تحلم هتموت. كل نص ثانية زيادة اكيد، لو ربع ثانية ببقى محتاجها،
بتبقى نفسك ان انت تحسن كل اللي انت عملته في حياتك. طب ليه؟ انا عندي الوقت. ما انت كده كده عايش، مت خلاص. انما انت طول ما انت عايش وبتتنفس فانت عايش، حاول تستفيد بوقتك على قد ما تقدر. اعرف انت ليه بتضيع وقت وبتضيعه في ايه. السؤال الجاي اللي لازم تسأله نفسك زي ما مكتوب قدامنا: ازاي اوفر وقت اكبر؟ مش فاكر كان في حد بكلمه امبارح، مش فاكر، مش عارف هو حاضر معانا النهارده ولا لا، بيقول لي انا بنام 8 ساعات ونص او 9 ساعات. قلت له كتير. قال لي بس المفروض الانسان يعيش يعني بينام 8 ساعات. فهو الفكره مش في كتير ان انت ما تنامش. انت مثلا عمرك المتوسط 60 سنه، في ناس بتعيش اكتر في ناس بتعيش اقل، تمام، ربنا يرزقنا طبعا طولة العمر. انت عمرك 60 سنه، لو افترضنا انك بتنام 8 ساعات يبقى انت بتنام تلت اليوم، يبقى انت بتعيش 20 سنه نايم، يبقى انت بتعيش 40 سنه على قيد الحياه، على قيد الوعي. فتخيلنا، تخيلوا معايا لو احنا قللنا شويه خليناها 6 أو 6 ساعات، طالما العقل لما بينام 6 ساعات بيبقى قادر يستوعب كويس، تمام، إنما مش 5 ساعات، تمام. لا خليها إيه يعني، ما تنامش قليل قوي أو كتير قوي، لا خليها مظبوطة علشان عقلك برضه تريحه. فأنت لو خليتها 6 ساعات ونص كويس جدا، وتاخد ساعة ونص زيادة في يومك، تمام، بدل ما تنام 9 ساعات أو 8 ساعات ونص وتلاقي إن أنت محتاج وقت زيادة في اليوم فتقول أنا ما عنديش وقت. لا، ابدأ اليوم الأول، تمام. فاسأل نفسك أوفر وقت إزاي. عندنا هنا استراتيجي أنا بسميها بجي، بتقول لك إيه؟ أول حاجة بتقسم لك الوقت حسب الحاجة الطارئة وحسب الحاجة المهمة. تقول لك الحاجة الطارئة والمهمة قوي اعملها دلوقتي ما تستناش، الحاجة المهمة بس مش طارئة قرر هتعملها امتى، ولما يجي الوقت في لازم تلتزم، ان شاء الله يكون في زلزال تلتزم انك تعملها. في ناس في وسط الحرب بتألف شعر، في ناس في وسط يعني في ناس بيبقى ايه حواليهم ضرب وحرب وخناقات وبتاع، وده قاعد مع نفسه شغال في حلمه. ليه؟ عنده رسالة. فما تتلككش. الحاجة الطارئة بس مش مهمة، حاجة طارئة بس مش مهمة فوضها، يعني شوف مين من أصدقائك مين من عيلتك يقدر يعملها بدالك واطلب منه يعملها، لو رفض خلاص شوف حد تاني. إنما ما تزعلش من حد إن هو يقول لك مش هقدر كده، قدر برضو ظروف الناس، تمام. الحاجة اللي مش مهمة ومش طارئة ما تعملهاش. يعني أنا مثلا دلوقتي عاوز اعمل حاجه ملهاش اي لازمه في حياتي، ومأجل حاجات كتير قوي المفروض اعملها، يبقى اعمل انهي الاول؟ طبعا نص الناس هتقول لي ايه، لا اعمل حاجه اللي مش مهمه الاول. احنا عقلنا متبرمج على ان الحاجات المهمه دي بتفيدنا اكتر، مش عارف ازاي. فعلا عقل الانسان دلوقتي بقى معظم الناس متبرمج على ان الحاجات المهمه دي بتريح او بتحسس الانسان بالراحه، مع ان انت ممكن تتعود على ان التعب يديلك راحه، لان التعب دليل انك بتحرص تقدم، ولما تحس انك تعبان معنى كده انك اتقدمت النهارده وعملت حاجه كويسه فتفرح اكتر. يبقى الحاجه الطارئه والمهمه اعملها دلوقتي، حاجه مهمه بس مش طارئه قرر امتى تعملها، الحاجه الطارئه مش مهمه فوضها، الحاجة اللي مش مهمة ومش طارئة ارميها ورق ما تعملهاش. معايا يا جماعة؟ مقولة جميلة جدا بتقول ايه؟ لحد ما تقدر تدير وقتك انت مش تقدر تدير اي حاجة تاني، ودي حقيقة، لان وقتك هو كل حاجة، وقتك هو ده الحاجة اللي انت بتعمل فيها كل حاجة.
لحد ما تقدر تنظم وقتك، انت مش هتعرف تعمل اي حاجة تاني. حتى لو كنت بتنجز في حياتك، بس دايما هتحس ان في حاجة ناقصة. اعمل لنفسك هدف كل يوم، ابدأها بهدف واحد، بعد كده اتنين، تلاتة، اربعة، هتلاقي نفسك بقى قدرة استيعابك عالية. درب نفسك، درب نفسك على بيزا، درب نفسك على انك تقدر تستوعب حاجات اكتر. يبقى لحد ما تقدر تنظم وقتك، انت مش هتعرف تنظم اي حاجة تاني. معايا يا جماعة؟ زي ما قلت لكم، خلي بالك من والساعات هتخلي بالها من نفسها، لانك لما تاخد بالك من الدقائق، فالدقائق دي هي اصل الساعات. يعني ما تقولش انا هتمرن النهارده الساعة 6، لا، افرض الساعة 6 كنت بتعمل حاجة تانية، هتحس باحباط وتقول لك خليها بكرة بقى. يعني في ناس كده فعلا، في ناس تبقى منظمة جدا، لو ما عملتش حاجة في وقتها ما تعملهاش. لا، قول لنفسك انا هتمرن النهارده 60 دقيقة. الوقت قيم جدا، حاول انك تستعمله بمنتهى الحكمة. قبل ما نعمل تمرين كده مع بعض، عاوز اكلمكم شوية عن ادارة الوقت. يا ترى ايه هي؟ زي ما قلت لكم كده، الوقت بيضيع ليه؟ ايه هي عوامل تضييع الوقت؟ ناس كتير قوي مش بتفكر ان هي تعرف بتضيع وقتها في ايه عشان تتجنب الحاجات دي. لان الواحد لو عرف، او حاول حتى يعرف العوامل دي ايه وقدر يشيلها، هتكون اكتر نتيجة هيحصل عليها ان هيلاقي وقت اكبر يقدر يعمل فيه حاجات اكتر، انه يرفع عن نفسه. طالما انت بترفع عن نفسك وانت مأجل حاجات تانية، لا، اعمل الحاجة اللي انت مأجلها دي وحدد لها وقت، وهتلاقي لنفسك وقت ترفع عن نفسك. تصدقني، لان ترفيها عن النفس ده ممكن تعمله في اي وقت، لان الحاجات المتأجلة دي اعتقد ان انت بتكون ملتزم بيها بوقت معين مش بتعملها. لان طالما هي متأجلة يبقى مهمة، فطالما مهمة يبقى لازم تعملها، وتقرر امتى تعملها زي ما اتفقنا. او تطور نفسك، او انك تحضر دورات او تدريبات او كورسات في حاجه في الانجليزي مثلا انت عاوز، او في الموارد البشريه انت عاوز تحضر حاجه تنفعك، او تقرا. في ناس بتحب السيلف ستادي، تتعلم بنفسها. انا واحد من الناس دول، انا واحد من الناس اللي ايه، كنت بدات في اول مشواري في التنميه البشريه باخد كورسات وكده، بعد كده لقيت نفسي اكتر في ان انا بقرا، بحب اتعلم بنفسي، بحب ان انا ايه، ادور بنفسي على المعلومه اللي انا عاوزها واتعلمها، افتح كتاب جديد انا ما اعرفش فيه اي حاجه واقراه. تمام. او ممكن مثلا انت تحاول ان انت تصالح اصدقائك، توطد علاقتك بين اسرتك وبين قرايبك. عدم وجود اهداف هو اول سبب من عوامل تضييع الوقت. ما عنديش هدف، ما عنديش خطة، وده بيخلي حياتك عشوائية، مش عارف هي رايحة فين، زي اللي ركب أتوبيس مش عارف الأتوبيس ده رايح على فين. فلما يوصل هيبقى تايه، هو أنا فين؟ في الآخر تكتشف إن ده مكان أنت مش عاوزه، فترجع لنفس النقطة، نفس المحطة اللي أنت ركبت. ما تعرفش لنفسك هدف، فمش بتركز على حاجة معينة، بتجرب كل حاجة وتعمل كل حاجة، وفي الآخر مفيش أي نتيجة. ليه؟ لأنك أساسا مش عارف هدفك ايه. أنا معرفش كل واحد بيتعب قد ايه، معرفش كل واحد عنده وقت ولا لأ، بس في ناس بيكون معاها أهداف وبرضه بيكون عندهم سوء استخدام للوقت. تمام، هقول لكم احنا هنعمل التمرين ده عشان كده. انا ما اعرفش الواحد بيتعب قد ايه عشان يوصل لحلم، ما اعرفش انت بتتعب قد ايه، ما اعرفش انت بتتعبي قد ايه. اللي اعرفه انك معنى انك بتتعب انك بتتقدم، وان الوصول للهدف مش انك تتعب يبقى تحس كده انك وصلت لحلمك، لا، انك تتعب وتكمل هو ده دليل تقدمك، مش انك تتعب وتريح.
كم ضربة ممكن تاخدها وتفضل صامد؟ كم وقعة ممكن تقعها وتقف؟ النجاح بيتقاس بكده، بتتفلتر عن الناس التانية بكده. انت ازاي ثابت في مكانك؟ الكسل 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 بلاش كسل، ابوس ايديك وبلاش كسل بجد. انا نفسي اعرف احنا بنستفيد ايه من الكسل ولا اي حاجه. يعني انا مستعد ابوس ايد كل واحد فيكم بس يبطل كسل، يعني فعلا عاده سيئه جدا من اسوأ العادات اللي احنا اتعودنا عليها. قاعد ما بعملش اي حاجه ومش عاوز اعمل اي حاجه. انا نفسي افهم الكسل ده، يعني واحد مش بقول انك تبقى قاعد طول اليوم في مكان، لا انك تبقى قاعد ما بتعملش حاجه، لان في ناس بتبقى قاعد ما بتعمل ومأجل وراك شغل السنين، ومأجل وراك الشغل اللي اساسا لو ما اتعملش تخرب الدنيا لا قدر الله، وبرضه قاعد ما بعملش اي حاجه. اقوم من مكاني، الناس تفرح تقول اخيرا قام، اقوم عامل ايه؟ نسكافيه وقاعد شارب ونايم، لا مش اي حاجه في حاجه. فارجوكم الكسل 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 الكسل، مليون خط تحت الكسل. طيب ازاي اتغلب على الكسل؟ دور على مصدر الطاقه. انت ليه بتعمل حاجات مش حاببها؟ ليه حابس نفسك في دوامه مش بتحبها على نفسك من خلال الشغلانه اللي انت مش بتحبها دي؟ مش مشكله خليك فيها، بس حاول برضو تعمل حاجه بتحبها في الوقت اللي انت فاضي فيه علشان ما تبقاش كسلان، عشان تبقى مستمتع بيه. العب رياضه، الرياضه مهمه جدا للتغلب على الكسل يا جماعه. ليه احنا دايما مهملين للرياضه؟ مع ان الرياضه دي والله لو اتعملت الواحد هيحس ان هو مشيت جدا، صدقوني عن تجربه. انا بلعب ساعه في اليوم رياضه علشان الرياضه دي اهم حاجه في يعني اهم حاجه الرياضه، جسمك لازم تحافظ على جسمك. ما هو انت ليه كسلان؟ انت عقلك شغال بس انت كسلان، وساعات بتلاقي عقلك برضو كسلان. ازاي احفز عقلي وجسمي؟ تقرا وتلعب رياضه، تعود. اصلا انا لما بقرا بحس ان انا مخنوق جدا وورايا، يعني ايوه علشان مش متعود. حتى بتيجي مره واحده انت مكسل، حتى تجرب، حتى في دي مكسل، حتى في مكسل تجرب. حتى اشد معوقات تنظيم الوقت واستغلال الوقت الكسل. اكتر حاجه ممكن تخلي حياتك ملهاش اي هدف في الدنيا انك مكسل، وغير كده انك تأجل حاجات كتير قوي من غير سبب، وغالبا بيكون سببها ان انت مش عايز تعملها. عشان كده خليك حازم جدا مع نفسك وما تأجلش. النسيان، اتغلب على النسيان بان انا اكتب مواعيدي واعمالي في ورقة. في ناس مش بتك... مش في ناس بتبقى مصره ان هي ما تكتبش وتعتمد على الذاكره، فده يعني بالتاكيد هينسى حاجات كتير وهيشتت نفسه في حاجات كتير. تمام، فلازم تتعلم دايما انك تلغي حته عدم اكمال الاعمال، انك تكمل شغلك، او انك ما تستمرش في حاجه نتيجه الكسل او التفكير السلبي. ناس كتير قوي بنلاقيهم اشتغلوا في حاجه ويقفوا لما يكملوا 80% 60% 50% وفاضل حاجات قليله قوي ويقف ويروح لحاجه تانية ويعمل نفس اللي هو كان بيعمله، وتتحط واحده ورا التانية واحده ورا التانية. علشان كده نظم حياتك. الحاجة اللي أنا هعملها لازم أخلصها عشان أروح اللي بعدين. لازم تتعلم تركز. أنا عندي تركيز عالي قوي.
من أهم فوائد تنظيم الوقت إنك بتحس بتحسن في حياتك، مش هقول لك أكتر من كده، وتقضي وقت أكبر في إنك بتطور نفسك وبتنجز أهدافك وأحلامك وبتحسن من إنتاجك، بتقضي وقت أكبر أو بترتاح وقت أكبر أو بترفه من نفسك، بتخفف من الضغوط اللي عليك سواء في شغلك أو ضغوط الحياة المختلفة. إزاي أعرف أنا بستفيد قد إيه من وقتي؟ وإزاي أعرف الحاجة اللي بضيع فيها وقتي؟ ده أنت محتاج علشان تعرف كده تعمل جدول مفصل لكل يوم. ده اللي أنا هقوله لكم دلوقتي، كله يجيب ورقة وقلم معاه، واللي مش معاه ورقة وقلم مش مشكلة، المحاضرة دي مسجلة وهيسمعها بعدين. سبب قلة الحماس إن أنا ممكن أكون بعمل حاجة أنا مش بحبها. تمام، أعمل لنفسي تمرينات. يعني في ناس كتير بتقول لي إيه أتمرن، يعني ناس بتتمرن وقت قليل قوي بصراحة. التمرينات أنت عاوز التمرينات دي تأثر عليك بالإيجاب ولا عادي؟ لو تحس إنك كأنك ما عملتهاش، لازم تتمرن على الأقل ساعة في اليوم، على الأقل قوي 50 دقيقة في اليوم، علشان تحس إنك عملت تمرينات وجسمك شربها. تمام، يعني ساعة في اليوم تمرين. النوم زي ما قلنا 6 ساعات ونص. شغلك لو انت بتشتغل 8 ساعات 9 ساعات عموما، انا شايف ان اكتر من كده في الشغل حرام. يعني في ناس بتشتغل 12 ساعة. طبعا انا مش بنقد الناس دي، انا بنقد الوقت نفسه. كتير 12 ساعة كتير قوي في الوقت، يعني تقريبا الناس دي مش بتلحق تنام، ربنا يكون في عونها. يعني مش يعني واحد مثلا ايه بياخد في الطريق ساعة وجاي، يعني 14 ساعة بيديها في اليوم، هو يا دوبك ينام ويصحى ياكل ويروح الشغل. فتسع ساعات كفاية بكتير قوي. الطبيعي ان هو بيكون 8 ساعات، فانا بتكلم على الطبيعي. فاحنا دلوقتي بنقول ايه على الرينج الطبيعي، بلاش ايه الحالات الخاصه. تمام، فاهمين انا اقصد ايه؟ يعني الحالات الخاصه دي بقى تحاول تقسم وقتها على حسب ايه. يعني مثلا واحد عنده ساعه زياده، فيحاول ان هو ايه يستفيد بالساعه الزياده دي ان هو يتعلم حاجه جديده في سلوكه. تمام، فالرينج الطبيعي بيكون 8 ساعات. الغداء والفطار والحاجات دي كلها، يعني الغداء ممكن ياخد نص ساعة، والفطار والعشاء هياخد ايه ربع ساعة بكتير. مش نقعد ايه قدام التلفزيون ونشغل الفيلم ونتفرج لحد الفيلم لغاية ما ايه الحبيب يحضن حبيبته ومش عارف يحصل ايه، يعيطوا مع بعض ويسيبوا بعض والكلام ده كله. ايه طبعا طبعا مرفوض تماما، لان البرامج دي ما بتعملش اي حاجة، ما بتفيدش الانسان بأي حاجة في حياته. فطبعا مرفوض تماما انك تتفرج على الحاجات دي. ليه؟ هو مش ممنوع، هو مرفوض، مكروه انك تتفرج على الحاجات دي، لانك مش بتستفيد حاجة في حياتك. ان اتفرج على برامج ملهاش لازمة، فانت ليك نص ساعة في اليوم تحددها ترفيه. محتاج اكتر من كده يبقى 45 دقيقة، اكتر من كده براحتك، بس ده لو انت انجزت كل اللي انت عاوزه في اليوم. دي كرتون. لا انا مش بتكلم على حتة ايه، انا مش بتكلم على القصة نفسها، انا بتكلم عموما حاجات مش بتفيد الواحد بحاجة. طب ليه انا قدامي حاجة تانية استفيد بيها؟ ليه اتفرج على حاجة مش بتفيدني؟ طب ما اتفرج على برامج مفيدة. تمام، المواصلات عموما بتاخد يعني ممكن ساعة وساعة، ساعة رايح وساعة جاي، أنا بتكلم في المتوسط الطبيعي. فأنت علشان تستفيد بالساعتين دول الجمال دول، أنت تعمل إيه؟ ممكن تنزل كتب بنسخ صوتية. تمام، يعني نسخ مسموعة وتقرأ تسمع. تمام، في موقع بنشره دايما، انا ما اعرفش اي حد، عشان ما يقوليش ان انا بسوق الموقع ده، انا ما اعرفش اي حد من الناس الشباب الجميل اللي عملت الموقع ده. هو انا مجرد دخلت عليه لقيته عجبني، عجبتني فكرته. هم عموما طلبه في هندسه زمانهم، دلوقتي اتخرجوا، فهم مصريين اللي عملوا الموقع ده. الموقع ده اسمه ايه؟ اقرا لي، بعت لكم اللينك بتاعه. الموقع ده كل الكتب اللي عليه وكل الاخبار اللي عليه فيها نسخه مسموعه، لو انت عندك انترنت
اه الموبايل ممكن ايه وانت ماشي في المواصلات كده تسمع حاجه، ممكن لو انت ايه يعني ما عندكش ممكن تنزل حاجه على الكمبيوتر وتحطها على الموبايل بتاعك وتسمعها وانت ماشي، بدل ما تسمع اغاني وحاجات ما لهاش اي لازمه اسمع حاجه مفيده، اسمع قران. تمام، فالفكرة الفكره بس انت بتستخدم وقتك فين. حاجه تانية، ساعه في اليوم تخصصها ساعه ونص للاسره واعمال المنزل. يعني ناس كتير ما بيشتغلوش في البيت، ما بيقعدوش مع الأسرة، ده طبعا غلط. انت لازم تشتغل في بيتك، لازم تنظف أوضتك، لازم تنظف بيتك، مش عيب. ساعات بقعد أغسل مواعين، بغسل الهدوم، بعمل حاجات كتير، بس ده طبيعي، ده المفروض. ان ده بيتك، لو ما اهتمتش ببيتك يبقى مش هتهتم بالبيئة اللي انت هتخرج لها. البرامج المفيدة سواء على الكمبيوتر أو على التلفزيون تاخد ساعة، ألعاب الكمبيوتر المفيدة 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 زي الكسل كده، المفيدة 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 المفيدة، مش ألعب لعبة مثلا سبايدر مان وأقول دي لعبة مفيدة ولا بتفيد في أي حاجة. تمام، غير إن أنا ماشي عمال أقتل في ناس وأضرب في ناس وأتعلم العنف. ألعاب الكمبيوتر أو برامج الكمبيوتر أو المواقع الكمبيوتر المفيدة ساعة. اه دي لعبة جميلة جدا، بس تكون اختلافات يعني، مش اختلافات لو جبت عيل صغير في حاجات كده بتبقى مستفزة، ما فيهاش أي يعني ما فيهاش أي صعوبة بصراحة، أحس إن أنا داخل على موقع ده يعني عايز أزلب. الترفيه والإبداع 30 دقيقة وقت مع نفسك 20 دقيقة، القراءة والتعلم ساعتين، وقت مع نفسك 20 دقيقة القراءة والتعلم ساعتين. لو مشيت على الحاجة دي هتعرف بجد تنظم وقتك، يومين ثلاثة كده هتتعود عليها. اكتب الأسباب اللي بتؤدي لضياع وقتك، عدد المشاكل اللي بتسببها بضياع الوقت، تخيل كده عادة تنظيم الوقت ونتائجه الإيجابية، حسن من عادة تنظيم الوقت، بطل أعذار مش مقنعة، في أعذار مقنعة وأعذار غير مقنعة، في ظروف مقنعة وظروف غير مقنعة، خطط ليومك، كل يوم الصبح أو كل يوم بالليل خطط لتاني يوم. واعرف انت عملت ايه في اليوم واستفدت منه ازاي بنسبة كام في المية. وغير عاداتك، ده هيخلي معنوياتك عالية دايما، مش هيخلي انتاجك قليل، مش هيضيع لك فرص كتير، مش هيضيع لك وقت. وخطط ليه، التخطيط بيحول الأهداف لحقيقة، بيسهل تطبيق الأفكار، بيخليك تركز على المهم. تمام، لله انتهينا من المحاضرة الثالثة عن إدارة الوقت، تمام، أو تنظيم الوقت بقى زي ما اتفقنا كلنا مع بعض. حابب أقول لكم إن الكورس ده هو مستوى أول، وفي مستوى تاني. المستوى التاني ده استثمار صغير يعني، هشرح لكم الدروس اللي هتبقى فيه، لكن مش هقول الأكاديمية اللي هتتعمل فيه الكورس، تمام، عشان طبعا إيه احتراما للأكاديمية اللي أنا إيه اللي مستضيفاني إن أنا أضيف أعمل الكورس ده، وبإذن الله ربنا يكتبه من أعمالهم الصالحة. ممكن أشرح الكورس المستوى التاني؟ أيوه تمام، هل الأكاديمية ممكن تسمح لي إن أنا أشرح تفاصيل الكورس المستوى التاني؟ المستوى التاني يا جماعة هيكون اسمه Protect Your Dream، احمي حلمك. هنتعلم فيه أول محاضرة وأهم محاضرة، هنتعلم فيها تحديد الهدف، مش زي أي محاضرة تحديد هدف، مش زي أي محاضرة مجانية حضرتها، لا هيكون فيه فعلا اختلاف، وهتلمس الاختلاف ده من جوه المحاضرة. ليه؟ هتتعلم استراتيجيات كتير قوي تعرف بيها أنت مين وإيه موهبتك، علشان لو واحدة ما نفعتش معاك تمام؟ إزاي
تتغلب على العوائق اللي قدامك، بس ده تمارين فعلا، هيكون في تمرينات فعلا تحدد لك ازاي تتغلب على العوائق وتحفزك بجد، مش اي كلام بنسمعه خلاص. تمام، هيكون في ورش عمل كتير قوي تحديد هدفك ورؤيتك ورسالتك، وهتحدد اهداف فعليه من خلال الدوره التدريبيه دي. تمام، طبعا كل يوم هو هيكون 4 ايام، كل يوم هيكون في جلسه تامل في اخر الكورس، هتكون مدتها نص ساعه علشان تثبت المعلومات اللي اتعلمناها في دماغك. هتتثبت ازاي؟ ده شغلنا بقى. تمام، التركيز والثبات الانفعالي في تاني يوم من اهم مهارات العقل، التركيز. التركيز والثبات الانفعالي هيتعلم فيه ايه؟ التغلب على التسرع وتشتيت الذهن، كيفية التحدث بطلاقة أمام جمهور والتحكم في التوتر والخوف، سرعة البديهة والتغلب على النسيان، التحكم في الانفعالات والضغط العصبي، الاسترخاء والتأمل وكيفية عمل جلسات استرخاء لنفسي. بعد كده التحكم في الغضب. ثالث يوم من أقوى مهارات العقل، إيه هي؟ التفكير الإبداعي، كيفية استخراج 1000 معنى، كيفية حل المشكلات، إزاي أكون سريع، إزاي أكون مبدع، ورش عمل كاملة لتحفيز الإبداع والتفكير داخل العقل، وتمرينات صعبة جدا، ومحدش هيخرج من التدريب ده غير لما يعدي علشان يقدر إن هو يكون سمو. رابع يوم عن القراءة السريعة، أسس القراءة السريعة، تفاصيل العين، كيفية قراءة كتاب كامل في ساعة، كيفية الحفاظ على تركيزك، استراتيجيات القراءة السريعة، ورش عمل لتحفيز العقل الإبداعي عن القراءة السريعة. طبعا في ناس كتير عاوزة تتعلم القراءة السريعة، في ناس كتير بتبقى عاوزة تقرأ ومش لاقي وقت. تمام، في ناس كتير بيكون عندها إيه؟ مش عندها وقت كفاية. التدريب ده 90% منه هيكون عملي مع دراسة أسس العلم النظرية، طبعا 10%. التدريب ده هيكون عليه إيه؟ هيكون عليه 200 كتاب إلكتروني، أعتقد إن مفيش أي تدريب اتعمل كان عليه 200 كتاب إلكتروني مجانا، الكتب جاهزة وموجودة. تمام، هيكون عليه إيه تاني؟ اختبارات تحليل شخصية وثقة بالنفس، وعضوية مجانية في الأكاديمية اللي هتستضيف الكورس ده. تمام، لمدة 3 شهور. اللي هيدخل الكورس ده هتكون الأكاديمية، ممكن لو مدرب هتكون هتديله إمكانية إن هو يحجز قاعات بسعر مخفض مع الدعم الفني للتسويق الكامل، ويديله كمان منح اعتمادات من جامعات دولية، و المدرب بقى هياخد خصم 50% على جميع الدفعة المقدمة من قبل الأكاديمية لمدة 3 شهور طبعا. تمام، طبعا هيكون في شهادات من أماكن كتير حسب الطلب طبعا، لكن انت الاعتماد الممنوح مع بعض الاساسي شهاده حضور من اكاديميه الكترونيه، هي اكاديميه مشهره موجوده. تمام، شهاده اللي حسب الطلب هتكون من وزاره الخارجيه المصريه، من جامعه القاهره، من اكاديميه جون هيفر بلندن، اكاديميه ليدز بلندن، جامعه ميتشيغان، المركز الكندي بكندا، كليه بوسطن بامريكا. تمام، طبعا اللي عاوز يسجل في الكورس ده هيكون سعره 100 جنيه مصري، وخارج مصر 50 دولار. تمام، فاللي عاوز يسجل في حاجه زي كده ممكن يبعت له لينك الاستماره، لان مش هينفع ابعته طبعا يعني. تمام، في اي حد عنده سؤال بالنسبه للكورس، المستوى الاول المستوى الثاني، اي سؤال في اي حاجه، الكونتاكتس بتاعتي قدامكم قدامكم، اي حد محتاجني في اي حاجه ممكن يبعت لي على الايميل او على الفيسبوك. كنت سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، اتمنى تكونوا استفدتم، وكنت مبسوط جدا معاكم على مدار 3 ايام، والناس اللي حضرت معايا 3 ايام كامله بحترمها جدا، والناس اللي لسه حاضره النهارده بحترمها جدا جدا جدا. ان شاء الله نتقابل قريبا في المستوى الثاني باذن الله. اللي عاوز لينك استمارة التسجيل في المستوى الثاني يكلمني على الفيسبوك او غيره. شكرا ليكم جدا، شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.